يا مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مكان جديد اكتشفته في الرياض، رهيب رهيب. لا لا لا، شو شايفين فوق؟ حاسبين بس انه كذا. شوفوا، واو ما شاء الله. رهيبة الفكرة، رهيبة. المكان ببساطة انك تيجي تدخل هنا بين حدائق واشجار الفراولة هذه كلها، تخش تقطف اللي تبغاه من الفراولة. شايفين ما شاء الله تبارك الله، كل هذه اشجار فراولة، تخش تقطف اللي تبغاه وانت وطالع تدفع بس 30 ريال. فبصراحة شيء جميل. شايفين هناك ما شاء الله هذه الشجرة مليانة، كل الأشجار أغلبها مليان يعني. شوف هذا ما شاء الله ما شاء الله. إيه أنا إنسان أكره الحشرات. طبعا المزرعة هذه موجودة في الرياض في العمارية، يعني قريبة يعني مو بعيدة، وفكرتها حلوة بسيطة يعني، بس ما شاء الله في ناس عرفوها وعرفوا مكانها وعم يجوا لها كثير يعني. فحلو انك لو تبغى تجرب شيء جديد او تروح مكان جديد غير شوي عن الاماكن اللي بتروح لها عاده، تيجي لهنا. وكمان في حاجه ثانيه برضو ممكن تشتروها، هي البلاطات ممكن تجلس فيها. بحب الورود والطبيعه والاشياء هذه. والله انا ابغى يرشني يعني، الجو حر مره، بس هنا عشان في المظله فمخفف الحراره شويه. كمان تقدر تشتري هنا التربة أو الأشجار حقت الفراولة على أساس إنك أنت ممكن تزرع عندك في البيت. خلوني أعرف كم سعره. مدير هذا كم سعره؟ هذا كم؟ 25. 25؟ حلوة. هذا ممكن أنا أسويه عندك في البيت؟ بيت لازم ما فيها شيء، حاطط شمس ترى. ما في إيش؟ شمس. شمس. لازم ما ابغى حر. ما ابغى حر، لازم شمس. ايه خلاص 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 خلاص، لازم تظل زي ما يكون ولا تخرب. حلوة والله فكرة، تزرع عندك فراولة في البيت تقطف وتاكل على طول. عموما بين حبات الفراولة كلها هذه ما شاء الله تبارك الله، تبغى تغير طلعاتك في الرياض لازم تيجي تزور المكان هذا. حلوة الفكرة وجميلة ومش حتاخذ منك وقت. يلا نشوفكم في فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.